لقد غيرت التقنية مفاهيم العالم، وقلبت أسس التقدم، وخلقت مفهوماً جديداً للتنافسية الدولية، لا يعتمد على الموارد الطبيعية ولا على مدى الثروة فيها، بل يستقي طاقته من الموارد العقول والطاقات الخلاقة. ومن خلال رؤية المملكة 2030، فقد فتحت المملكة الأبواب، أبواب المستقبل لمواطنيها، وهيئت بيئة الريادة والابتكار. ولعل أبرز ما سيدعم الخطط والرؤى الجديدة للمملكة أنها من ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتحتل المرتبة 12 في أسواق الاتصالات، والسوق الأكبر والأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.